على مياه خليج السويس بالعين السخنة يهرب المصطفون من لهيب شمس أغسطس إلى الشاطئ الأزرق ولو ليوم واحد، ضمن رحلات شعبية يتم تنظيمها من مختلف المحافظات يقصدها الأغلبية من محدود الدخل، حيث تتراوح أسعار الدخول إلى شاطئ الأدبية ما بين 5 إلى 10 جنيهات لتكون في متناول الجميع. أنا باجي أنا وأسرتي وأولاد حماتي ووالدتي، ولو في يا جماعة أصحابي برضك بجيبهم واجي، يعني 6 انفار 7 انفار مش أكتر من كده. رحلة اليوم الواحد دي بتتنظم، الأول بنحجز الباص، بنقول للعائلات والبتاع إحنا رايحين رحلة يوم واحد، رايحين المكان الفلاني في السويس، فاللي بيوافق أو اللي عنده وقت أو اللي فاضي، وثلاث أرباع الناس بتبقى عندها وقت وبتفضي نفسها عشان تيجي السويس وتشوف جو السويس الجميل ده. أنا من القطر الخيرية وبديجي نصيف هنا كل سنة، والناس هنا ناس كويسين، وإحنا على طول بنيجي هنا، بنحب إحنا الماء الصف وبنحب الخروجات والكلام ده كله يعني. نقاء المياه والطبيعة الساحرة تفتن كثيرين وتوجههم نحو النقاط الخطرة، لكن هؤلاء السباحين المهرة هم أمان الشاطئ على مدار الساعة. عندي البحر هنا بيبقى فيه حالتين، حالة جزء وحالة مد. دلوقتي البحر في حالة المد، وإحنا موجودين هنا 6 غطاسين في خدمة الناس دي كلها. أنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بقالي 7 سنين في الشط، بفضل الله سبحانه وتعالى ما طلعتش حالة غرق. متوسط في اليوم الواحد ممكن من 1000 ل 2000 ل 3000، أيام الجمعة ممكن توصل ل10000 مصيف في اليوم الواحد. خدمات أمنية موجودة في الشط لمنع أي حالات تحرش أو سرقة أو حالات مخلة للأداب، في شبه دوريات بتبقى موجودة جوه الشط بنمر على المصيفين لو في مشاكل، تعليمات عند دخول الشط، عينيكم على الأطفال الصغيرة، ممنوع الخمور والمخدرات، اي حاله شغب او اي مضايقه انت تتعرض ليها تلجا لنا في الاداره على البوابه، واحنا بنتدخل وبنحلها للكل، وده بشهاده الناس يعني. يوم لا ينسى بالذكريات والصور، فلا يهم اي نوع من ملابس البحر الفاخره يرتدون، بل كل ما يهم هو ان يغمرهم البحر ليوم هو عندهم بمثابه سنه.